رجعنا ومتنا من الجوع وكل شيء صار هنيك. الله لا يوفقهم، زلونا الله يزلهم هنيك ظلام كفار، خاف ما تخافوا الله. عشرات العائلات المحاصرة تتابع الخروج من أحياء حلب الشرقية، والجيش يؤمن نقلهم لمراكز الإقامة المؤقتة. الله يحمي الجيش كله يا رب، ويكون ما بيعتهم ما كنا وصلنا لهالأراضي هاي طاول لحتى نبرك مرتاحين. عفو الرئيس، هو كان أكبر مكرمة إنه نحسن نرجع لحد الوطن ونخلص ما الشيء كله إن شاء الله. مجموعة مسلحة تسلم نفسها مع سلاحها للجيش عبر معبر صلاح الدين في حلب. الذي سقط قبل أيام في حلب هو أحلام إمبراطورية ومشاريع إمبراطورية. السيد نصر الله يؤكد أهمية ما جرى في حلب لارتباطه بالمعادلات والمشاريع الإقليمية. وفي ملفات الحدث لهذا اليوم، أكثر من 18,000 معتقل في تركيا، نظام أردوغان يتابع التصفيات ويتجاهل التحذيرات. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم إلى حلقة جديدة من استديو الحدث. ما الحمد لله مبسوطين وكيفين الحمد لله، الله يجويكم بيكم، الله يخلينا الرئيس بشار الأسد يا رب. قتلوا العالم، جوعوه، حمايه الجيش، جينا الحمد لله الساعه 6 الصبح دخلونا. كنا والله عايشين حياه كلها جحيم بجحيم، ما في شيء، الاولاد تمرض، لا في اكل، لا في شيء، رغيف الخبز على 100، جينا بدنا نطلع صار يضربوا. يخرج الأهالي من أحياء حلب الشرقية عائدين إلى حضن الوطن وفارين من حصار وتهديد للمجموعات الإرهابية التي صادرت لزمن سبل الحياة واتخذت من المواطنين رهائن لتحقيق أجندة مشغليها. اليوم كما دوما انتصارات الجيش العربي السوري تقلب المعادلات وتسقط الأحلام الاستعمارية وتطيح بمخططات الغزاة ليعود للحلبيين بريق الحياة التي طالما حرموا منها. هذه الشهباء تنتفض وتنفض عنها غبار التعب وتشمخ مرسخة معادلة الانتصار. وصدق الشاعر إذ قال: إني أحب حبيبتي حلبا والشوق يشعل مهجتي لهبا، شهباء يا أملا يراودني أشعلت في آفاقنا الشهبا. إذن هو معبر صلاح الدين الذي خرجت منه أولى العائلات القادمة من أحياء حلب الشرقية باتجاه منطقة صلاح الدين. هذه هي العائلات التي خرجت الآن، وكنا قد يعني رصدنا اللحظات الأولى لخروج الأهالي. مرحبا. أهلين أهلين، يعطيك العافية، الله يعافيك. احكي لي كيف الوضع عندكم كان جوا؟ الوضع كثير مأساوي يا أخي والله. مبسوطين يوم رجعتوا لهون؟ لا الحمد لله مبسوطين وكيفين الحمد لله، الله يجويكم بيكم، الله يخلينا الرئيس بشار الأسد يا رب، يحميكم ويطول بعمركم يا رب، جاء حبيبك محمد الله يوفقكم، الله يخلينا الرئيس بشار الأسد، خلينا بشار الأسد. منك عمو؟ منك كل ما قتل وضرب ما خلوا حدا يطلع،
كل ما ننزل لتحت يقتلونا ويضربونا. احكي لي شو كان يصير عندكم بمناطق المسلحين؟ كل شيء صار، جانا ومتنا من الجوع وكل شيء صار هنيك. الله لا يوفقهم، زلونا الله يزلهم، خلصونا بقى خلصونا. اليوم شو شعوركم انتم جايين لهون؟ كثير فرحانين الحمد لله، هلا تقول عشنا من اول جديد. هون امان، هون امان، امان. حسينا انه عايشين. مرحبا. اهلين. شعورك اليوم جيتي على المناطق يعني اللي هي على المناطق اللي فيها الجيش؟ كثير شعور كثير حلو، ما في احلى من هيك، والله يحمينا الجيش العربي السوري. ما كانوا يخلوكم؟ ما يخلونا. موتونا جوع، عذبونا، كل شيء ايش بدك، قتلوا العالم، جوعوها، حمايه الجيش جينا الحمد لله الساعه 6 الصبح دخلونا. اهلين اهلين. احكي لي شو كان يصير معكم بالمناطق اللي فيها مسلحين؟ ما كنا والله عايشين حياة كلها جحيم بجحيم، ما في شيء، الأولاد تمرض، لا في أكل، لا في خبز على مية، جينا بدنا نطلع صاروا يضربوا، والخلق منا تصوبت ومنا انهزمت، ضلينا عم نمشي طول الليل لحتى وصلنا هون للمعبر، للستة تقريبا الصبح بحماية الجيش وحماية رجال الوطن وحماية السيد الرئيس بشار الأسد. للظهر تميتوا لحتى تفوتوا هون؟ إيه هيك هلا تقريبا يعني ما لنا شو فارطين، الله يكون هيك في عون الجميع، والله يحمي الجيش كله يا رب، ويكون ما في عتم، ما كنا وصلنا لهالأراضي هاي طاول لحتى نبرك مرتاحين. من هيك يا ظلام كفار؟ خاف، ما تخافوا الله، والله ما بخافوا الله. مبسوطين يوم جيتوا لهون؟ الحمد لله، جينا على وطننا وعلى جيشنا، الله ينصركم. وللمزيد حول ما يجري في حلب من انتصارات ومن خروج للمدنيين من احياء حلب الشرقيه، ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل الإخبارية السورية أنس رمضان ليضعنا بآخر التفاصيل والتطورات. أنس، حتى هذه اللحظة ما هي أهم وآخر التطورات لديك في حلب؟ نعم، تحية لك رانيا ولمشاهدي الإخبارية السورية. كما ذكرنا، وسائط نقل تابعة لمحافظة حلب قامت بنقل العائلات القادمة من أحياء حلب الشرقية عبر معبر صلاح الدين، قامت بنقلهم إلى كل من الحمدانية ومنطقة جبرين، هذه المناطق التي تم تخصيص عدد كبير من أبنيتها السكنية لكي تكون كسكن مؤقت للقادمين من أحياء حلب الشرقية. هذه المساكن والبيوت والأبنية مجهزة بطبيعة الحال كما نقلنا عبر شاشة الإخبارية السورية بكل المتطلبات خدميا وإنسانيا وصحيا وأيضا إغاثيا. يمكن لنا القول اليوم بأن هذه الدفعة هي الأولى من العائلات التي دخلت عبر معبر صلاح الدين الذي تواجدنا فيه منذ الساعات الأولى لهذا اليوم. على الصعيد الآخر، منذ قليل قالت بعض المصادر الأهلية للإخبارية السورية بأن المسلحين هددوا مجددا المدنيين المتواجدين في حي بستان القصر. التهديد جاء عقب محاولة المدنيين التوجه نحو معبر بستان القصر، هو المعبر الذي يعتبر من المعابر التي أعلنت عنها محافظة حلب لكي تكون ممرات إنسانية لكل المدنيين القادمين من أحياء حلب الشرقية. إذن المجموعات الإرهابية المسلحة تستمر في منع المدنيين في بعض المعابر وفي بعض المناطق للتوجه نحو هذه الممرات الإنسانية، إضافة أيضا إلى منع المدنيين أيضا هنالك خوف للمسلحين من الجنسية السورية. يعني المجموعة المسلحة اليوم التي دخلت عبر صلاح الدين كان من المفترض أن تدخل عبر الممر الذي أعلن عنه الجيش العربي السوري والذي خصص لكل المسلحين الذين ينوون تسليم أسلحتهم وأنفسهم، إلا أنهم اليوم جاءوا عبر الأبنية في صلاح الدين وصولا إلى المعبر، ما يعني أنهم فروا، وهذا ما رووه، فروا من تلك المناطق وقدموا إلى حاجز الجيش العربي السوري وقاموا بتسليم أنفسهم وأيضا أسلحتهم. وأكدوا لنا وكما نقلنا عبر شاشة الإخبارية السورية بأن عدد من المسلحين من الجنسية السورية ينوون القدوم وأيضا تسليم أنفسهم وأسلحتهم، إضافة أيضا إلى عدد كبير من العائلات من المدنيين الذين يريدون القدوم إلى هنا. من خلال مشاهداتنا اليوم أيضا بالنسبة للعائلات، جل الذين
دخلوا أو أغلب الذين دخلوا إلى صلاح الدين حيث تتواجد المناطق الآمنة بشكل عام، جلهم من الأطفال والنساء، ما يعني بأن الإرهابيين ما تحدثوا عنه من تجنيد لكل الذكور. إذن اليوم المجموعات الإرهابية المسلحة تجند كل الذكور وهم كثر جدا، تجندهم في صفوفها، وهؤلاء الذكور المتواجدين بطبيعة الحال أيضا في أحياء حلب الشرقية. رنا. نعم، وأخبار الميدان أنس حتى هذه اللحظة، كيف تبدو أخبار إنجازات الجيش العربي السوري؟ قبل أن أتحدث عن الجبهات والمعارك العنيفة التي يخوضها الجيش العربي السوري، إذا ما تحدثنا عن الساعات الماضية أو عن اليومين الماضيين، انعكاسات إيجابية لسيطرة الجيش على بني زيد والسكن الشبابي، عودة الأهالي إلى شارع تشرين والشيحان وبني زيد، شارع تشرين الذي كان المرور منه بمثابة حلم، لا سيما في ظل وجود قناصة إرهابي بني زيد في وقت سابق، إضافة أيضا للقذائف. كان الحي اليوم أمس شاهدنا وشاهدنا اليوم مدمر، هنالك حجم كبير من الخراب، لكن على الرغم من ذلك بدأ الأهالي يعودون إلى هذا الحي وإلى أحياء أخرى، إضافة إلى بدء عمل المؤسسات الخدمية في ترحيل الأنقاض أيضا وإعادة صيانة كل الخدمات وأيضا الشبكات. أيضا صناعيو حلب بالمئات توجهوا يوم أمس وقبل يوم أمس واليوم إلى معاملهم وبدأوا بإعادة إعمار يمكن وصفها بالجزئية لإعادة دوران عجلة الصناعة في منطقة معامل الليرمون. هذه أيضا من الانعكاسات الإيجابية، وبطبيعة الحال الفرحة التي نجدها في الشارع الحلبي اليوم منذ أعلان الجيش العربي السوري السيطرة وهذا التقدم، ربما أصف لك المشهد والذي نشاهده اليوم كصحفيين وكأبناء مدينة حلب بأن الحياة يمكن يعني وصفها بما كانت تعيشه حلب قبل سنوات الحرب. الحركة تعود، النشاط الاقتصادي المحلق، وأكثر من منطقة في مدينة حلب تشهد هذا أو انعكست عليها أو انعكس عليها هذا التقدم للجيش العربي السوري. والفرحة أريد أن أعبر أنا عن فرحتي كمواطن من مدينة حلب، نحن سعداء والكل سعيد اليوم بهذا التقدم والإنجاز. على الصعيد الميداني كما ذكرنا السيطرة على بني زيد والسكن الشبابي، فتحت كل الجبهات أمام الجيش العربي السوري. إذا ما تحدثنا عن جبهات المدينة، ظهرت عبد ربه حيث الكثافة النارية للجيش العربي السوري لبغية اقتحامها والسيطرة عليها، ما يتيح للجيش فصل الأحياء الشمالية عن الغربية من ناحية، ومن ناحية ثانية الإشراف الناري نحو ياقد العدس وكفر حمراء في ريف حلب الغربي، ما يعني شل حركة الإرهابيين هناك. على الطرف الآخر الجيش يسعى للسيطرة خلال معارك يخوضها ضد الإرهابيين على كامل شقيف وصولا إلى أطراف الأشرفية وبستان الباشا، ما ينهي كل التواجد المسلح على الأطراف الشمالية من ناحية، ومن ناحية ثانية تكون هذه الأحياء بوابة الجيش العربي السوري نحو أحياء حلب الشرقية. نعم أشكرك. أما بالنسبة للريف، تفضل أنس أكمل. نعم رنا أكمل أنا أسمع. أما بالنسبة للريف الحلبي اليوم الجبهة الاستراتيجية الأخرى التي يخوض فيها الجيش معارك ويتقدم أيضا على جبهتها هي مخيم حندرات. الجيش كما ذكرنا خلال الساعات الماضية حقق تقدم ملحوظ على هذه الجبهة ويسعى أيضا لإحكام كامل سيطرته على مخيم حندرات. رنا عودة إليك. أشكرك جزيل الشكر أنس رمضان، وأدام الله هذه الفرحة التي هي بادية حقيقة وواضحة على وجهك وعلى وجوه كل الحلبيين وعلى وجوه كل السوريين، والفرحة الأكبر بالنصر الكبير لسوريا. شكرا جزيلا لك أنس رمضان مراسلنا، كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لك. على مجمل هذه التطورات مشاهدينا، نرحب في استديو الحدث بالأستاذ طارق الأحمد عضو المكتب السياسي في الحزب القومي السوري الاجتماعي. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق. تحيا سوريا، وكما مراسلكم في حلب كاتب على كنزته تحيا حلب، فهي حقيقة تحيا سوريا كما من خلال أن حلب تحيا ودمشق تحيا وكل أراضي سوريا تحيا. صحيح. وأرحب أيضا باللواء المتقاعد ثابت محمد الخبير العسكري والاستراتيجي معنا في استديوهات الإخبارية. أهلا ومرحبا بك اللواء ثابت. مساء الخير، تحية لك لضيفك كل السادة المشاهدين. تحية لك سيادة اللواء. يا هلا فيك. أبدأ مع حضرتك أستاذ طارق، بداية من هذه المشاهد التي تأتينا من حلب اليوم، التي هي
استكمال لانتصارات الجيش العربي السوري، هذه الحشود الغفيرة من المواطنين السوريين الذين كانوا محاصرين في الأحياء الشرقية. يعني الصورة تتحدث كانت عن نفسها، أعداد كبيرة تدفقت اليوم من خلال المعابر التي فتحها الجيش العربي السوري للعودة إلى حضن الوطن. أهمية هذه الخطوة وإلى أي حد هي انتصار آخر يخطه السوريون اليوم على الأراضي السورية وفي مدينة حلب على وجه التحديد؟ لهذه الأهمية من أجل استثمار وقت المشاهدين طبعاً أوجه متعددة، منها الوجه الاجتماعي كما تحدثت حضرتك وبدأت منه، ومنها الوجه السياسي، أو أفضل أن أقول بالذات لحلب الوضع الجيوسياسي، ومنها الوضع العسكري. يمكن سيادة اللواء أفضل مني بهذا المجال. فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي، أنت تلحظين تماماً كما هو مراسلكم تحدث، هذه هي المسألة الأساسية، النموذج الحقيقي للرد على كل ما كان يقال في الخمس سنوات الماضية، وهو أن أبناء البلد يعودون بشكل لحياتهم الطبيعية، وهم ينزعون إلى هذه الحياة وليس إلى حياة أخرى. وبالتالي إذا ما قارنت هذه المسألة وسحبتها على السياسة، كل المشاريع التي كانت تطرح علينا والتي تريد أن تعطي لشكل الدولة منظراً آخر غير الذي نحن نألفه، حتى بصراحة على هؤلاء، طيب يعني أنا إذا أخذت حديث عفوي يعني إجال بالميكروفون، أكيد ما أجل عند هاي الست الأولى والثاني والثالثة مراسلكم، وجاء أخذون عمل لا عم بعمل بالفيزياء العكسية، يعني إذا مثل ما بيحكوا في الخارج، أكيد ما أخذوا لهدول النسوان عمل لهم دورة وعمل لهم غسل دماغ وقال لهم احكوه هيك، ما هيك؟ هذا كلام يعني عفوي حصل. هذا إذا أخذتيه بالشكل الطبيعي والعفوي بهذا الشكل، فهو رد على كل ما كان يقال في السابق على أنه هؤلاء محبوسين، طلعوا من الحبس بكل بساطة بكل وضوح، ما بدك كتير شرح، مسألة شرحها حالة بحالة. أما مسألة أنه هم مشبعين بمشاريع أخرى ومشاريع تقسيمية ومشاريع تتعلق بشيء آخر، لا، هذا الحكي الآن، هذه المسألة شهدناها خلال السنوات السابقة بمناطق أخرى، وها نحن نشهدها في حلب. أما وهذا الرد الاجتماعي هو الأقوى، هو الرد الأكثر قوة وأهم من كلام كل السياسيين بصراحة. صحيح. لذلك يعني هلأ ما نأخذ كتير بحديث الخارجية الأمريكية وكل هذا الحكي، يمكن بدنا نمر عليه. أما فيما يتعلق بالمسألة الجيوسياسية التي تشكل حلب فيها، يعني شوفي أنت أي معركة بتحدث أو أي تغير عسكري وتغير في مندرجات المعركة يحدث، بدك تشوفي حجم الارتدادات فيه. حجم الارتدادات فيه أنه في مؤتمر صحفي للسيد مستورة، في حديث لرئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية، في حديث لكيري، في حديث لعدد من الإدارة الأمريكية، وفي رد عليهم من نائب وزير الخارجية الروسي. وبالتالي إلى أي حد فعلا هذه الخطوات اليوم تثير مخاوف الغرب والأطراف جميعها المتآمرة على أولا السوية. أثبتنا بالطريق العلمي الفيزيائي كما قلنا بأن هناك حجم من الارتدادات كبير جدا على المستوى الإقليمي والدولي، وبالتالي هم يعتبرون هذه المعركة معركة على الأقل هي ذات أهمية كبرى وقصوى في هذا المجال. ولماذا؟ لأنها تستطيع أن تجري مجموعة من التحولات أصلا على كل ميكانيزمات الحلول التي كانوا يضعونها، والتي نحن علمنا من خلال كل الجولات التفاوضية التي اشتركنا بها والتي خبرنا عنها والتي عرفنا ما جرى، بأن ما كان يحضر هو ما سمعناه وسمعته البارحة على لسان رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكي الذي سلسل الموضوع، وإذا بدك أو بنحكي عنه بعدين لأن الموضوع مهم ودقيق لمعرفة كيفية أو ما يخطط لسوريا وكيف ترى الإدارة الأمريكية سوريا عليها، وهي بكلمة واحدة آخر شيء ما ذكرها يعني هو يقترح الكونفدرالية، وبالتالي هنا هذا المشروع لسه ما نعم بالكامل من ميزانية الأمريكي. طيب نكمل ولكن نشرك ضيفنا اللواء ثابت. سيادة اللواء،
قبل أن ننتقل إلى الشق العسكري والأهمية الاستراتيجية والعسكرية لما أنجز الجيش العربي السوري، دعنا نتحدث عن أهمية الصورة التي تأتينا اليوم من مدينة حلب وهذه المعابر التي غصت حقيقة بالمدنيين الحلبيين الخارجين من تحت حصار المجموعات الإرهابية المسلحة. هذه الصورة تؤكد حقيقة الشعب السوري وأن المواطن السوري يتميز بأن جينات المواطن السوري تميزه عن غيره من الشعوب الأخرى، تميز الشعب السوري بمدى التصاقه بوطنه، بمدى التصاقه بشعبه، بمدى التصاقه بجيشه، بمدى حبه لوطنه، بمدى رفضه للتكفير، بمدى رفضه لإلغاء الآخر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل ويؤكد منذ سنوات ونحن نتكلم أن معظم الإرهابيين أو معظم المسلحين السوريين أو المدنيين الذين يعيشون تحت في كنف المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية هم مغلوب على أمرهم. هذه ليست حقيقة المواطن السوري. المواطن السوري هو المواطن المتمسك في أرضه، بشعبه، بوطنه، بقيادته، بحبه، بوفائه، بعلمانيته، باعتداله، بعدم تطرفه. هذه هي الصورة تعبر عن حقيقة الشعب السوري. وعلى مدى 4 سنوات ونيف حاول الإعلام الغربي والإعلام العربي صاحب المشروع الوهابي التكفيري تشويه حقيقة الشعب السوري والمواطن السوري. الآن المواطن الحلبي بعد 3 سنوات ونصف من الحصار يخرج للملأ وبشكل تلقائي كما قال الأستاذ صارق، بشكل تلقائي وبشكل عفوي يعبرون عن معاناتهم وعن الجوع وعن الاضطهاد وعن الظلم وعن الإلغاء وعن كل شيء، وكيف خرجوا ولا يصدقوا أنهم خرجوا وتخلصوا. وهون يمكن سيادة اللواء حقيقة كل ما يجري وكل ما صدر بطريقة عفوية من هؤلاء المدنيين من نسوة وأطفال وتحدثوا للإخبارية السورية، نعم، هو برسم المجتمع الدولي. خليني أسأل أستاذ طارق هون، موقف المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان اللي كثيرا ما تحدثت وتتحدث وتتشدق اليوم عن حصار المدنيين، عن تجويع المدنيين في 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 سوريا، عن محاولة تسييس هذا الملف، اليوم وبعد ما يصدر عن لسان من كان محاصر من قبل هذه المجموعات الإرهابية المسلحة، أي إحراج موضوعة فيه اليوم هذه المنظمة؟ يعني هي في حالة، أولا لا يوجد شيء اسمه مجتمع دولي، هذه كذبة كبيرة، هذا غير موجود أصلا، المصطلح خاطئ، يعني هو يتداول في الإعلام لكنه غير موجود. يعني أفترض أن كوريا الشمالية من المجتمع الدولي مثلا، يعني ما حدا بياخذ رأيها. لكن ما يقصد فيه هو ماكينة الإعلام الغربي السائدة في كل العالم والمهيمنة عليه. أما فيما يتعلق بالمنظمات الإنسانية فخلينا كمان ننتهي من هذا الموضوع. هناك مشروع، يعني عندما يتحول الحديث كله حتى في الكباش الأمريكي الروسي حاليا إلى أن المعركة هي ذات بعد إنساني، فهذا يعني يظهر تماما بأن الحديث هو من نمط آخر. يعني مفروض أنه نحن أمام حرب ضد الإرهاب. في الحرب ضد الإرهاب هناك منظمات إرهابية يجب اقتلاعها، ويفترض أي محلل أو أي مدقق ومتابع بأن الاجتماعات تتناول هذا البعد، تتناول على أن لدينا سرطان. يعني كيف بيجي الطبيب بدخل المريض على غرفة العمليات، على شو بده يطلع؟ بيطلع هو على إيده ولا على كتفه، ولا بيطلع على السرطان وين هو موجود لحتى يقتلعه؟ إذن نحن نكتشف من خلال جملة التصريحات التي لحقت بالانتصار في للجيش السوري في بني زيد بأن الحديث حول المسائل الإنسانية، يعني فورا ماله كما جاء في سؤالك إلى الحديث عن مسائل إنسانية، عن من يمكن أن يحاصر من هذا الموضوع. وبالتالي هم ليسوا أمام محرق الحديث عن مكافحة الإرهاب أو اقتلاعه، وإنما حقيقة يظهر هذا الأمر ما كان يضمر، وهو مشاريع الهيمنة، وهو مشاريع، قلت لك، حلب تشكل منطقة جيوستراتيجية جدا هامة في هذا المشروع، جدا هامة. يعني موضوع خاصة الآن يمكن نجيله، وخاصة من ناحية الجيوستراتيجية شمال حلب أهم تطور حدث جرى اليوم فجرا صباحا، عندما شاهدنا أنه مرأ، يعني بصراحة
أن قوات سوريا الديمقراطية هي التي إجت وأخذت السكن الشبابي، أليس كذلك؟ صباحا اليوم. وبالتالي هنا تشاهدين بأن هناك قوتان كبيرتان تتسابقان أو مشروعان يتسابقان على هذا الموضوع. يجب أن تكتمل الصورة ويكتمل المشهد. هنا يوجد تحرير في الجيش السوري، في حلفائه، في من حلفائه طبعا الغطاء الروسي السياسي والجيوستراتيجي والعسكري، ولكن هناك مشروع آخر هو بشكل ما أو من الأشكال بمكافحة الإرهاب مشترك معنا، اللي هو مثلا إخواتنا الكرد إلى آخره، لكن بموضع آخر هو يضع البيض الأكثر في السلة الأمريكية، والأمريكي مشترك ومتشابك. نحن لسنا أمام جبهتين متقابلتين، يعني نحن لسنا أمام كل الحروب السابقة كالحروب بيننا وبين إسرائيل، بمعنى أن هناك جبهتان، هناك كل الحلف بهذاك المقلب، هناك لا، يعني هون تشابك في تشابكات على طريقة زياد رحباني أنه إجوا قعدوا معنا بالخندق. بالتالي هذا الموضوع يحتاج سوبر عقل، يحتاج إلى تحليل هادئ رصين لنعرف، يعني لما بتجي قوات سوريا الديمقراطية بسرعة وبتأخذ سكن الشبابي وبتجي، معناتها صار في اقتراب للمشروعين. هنا سنشهد كباشا عسكريا، جيوستراتيجيا، سياسيا، وهذا ما يجب أن نفهمه بدقة وبدون تعمية، يعني بدون كتير هيك ضبابيات. طيب سيادة اللواء، اليوم ما تحقق في مدينة حلب من انتصار للجيش العربي السوري من دخول حي بني زيد، هذا المنطلق لقذائف الحقد وكان الركيزة الأساسية لهذه المجموعات الإرهابية المسلحة في مدينة حلب، وما تبعه من مرسوم العفو الذي أصدره سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد وفتح هذه الممرات على استنادا لهذا المرسوم أمام المدنيين، نحن أمام أي مرحلة أو كيف يمكن توصيف هذه المرحلة التي تعيشها اليوم أو من عمر الحرب على سوريا؟ أولا الآن عندما نتكلم عن المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة سوريا، والسيد الرئيس عندما أصدر هذا المرسوم هذا مؤشر قوة وعافية لسوريا، وخاصة في المجال العسكري والسياسي. وهنا يحضر بذهني مقولة: التاريخ يتشابه ولا يتقابل. يذكرني بيوم فتح مكة، عندما فتح الرسول الكريم صلوات الله عليه مكة المكرمة وقابل المشركين الذين عذبوه وطردوه وحاربوه، وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالسيد الرئيس عندما أصدر هذا القانون، قانون العفو للمسلحين، من يسلم سلاحه يعود إلى حضن الوطن، وإذا يرغب في الخروج خارج الوطن فليذهب. أيضا للمسلح الأجنبي، أي مسلح أجنبي يريد أن يسلم سلاحه فيستقبله الجيش السوري، وبالتالي وزارة الخارجية السورية تصدره عبر القنوات الدولية إلى دولته. هذا منتهى القوة ومنتهى التسامح، وهذه هي حقيقة سوريا. أما بالنسبة للمسار، إلى أين تتجه الأمور الآن؟ الجميع يعلم أن إدارة الحرب على سوريا كانت تخطط لمدينة حلب لتكون قاعدة للانطلاق باتجاه الداخل السوري، وبالتالي الإجهاض على الدولة السورية من خلال حلب، كون حلب تملك بيدها عدة مفاتيح. من حلب يمكن التوجه باتجاه المنطقة الشرقية، باتجاه الرقة ودير الزور، من حلب باتجاه حما وحمص والداخل السوري، وأيضا من حلب باتجاه إدلب والساحل السوري. إذن الموقع الاستراتيجي لحلب قرب من الحدود التركية، تعتبر الخزان العملياتي والاستراتيجي للمجموعات الإرهابية في المنطقة الشمالية. لذلك عندما أحكمت وحدات الجيش والقوات الرديفة الطوق على مدينة حلب والحصار على الأحياء الشرقية، نلاحظ الصوت الغربي بدأ يتعالى بضرورة وقف الأعمال القتالية، كون إدارة الحرب عودتنا كلما حقق الجيش انتصارا في منطقة ما يتسارعون لسرقة هذا النصر من خلال استصدار قرار أممي بوقف الأعمال القتالية تحت زرائع مختلفة، والآن في حلب تحت زريعة إنسانية إنقاذ المواطنين. وهذا المرسوم، نعم سيادة اللواء، وهذا المرسوم والصور التي تأتينا من حلب وخروج المدنيين بهذه الطريقة، إلى أي حد سحب الذرائع من يدعي اليوم بأنه
الموضوع الإنساني والملف الإنساني هو هاجسهم في أحاديثهم عن إيقاف العمليات القتالية. هو في الحقيقة لا توجد لديهم ذرائعهم يعرفون الحقيقة، لكن هم يراوغون ويكذبون. ومعروف عن المجتمع الأوروبي وخاصة الأمريكي لا يقيمون للقيم والمعارف أي قيمة، وللصدق والوفاء والرجولة. هذه هي السياسة الأمريكية بعكس المجتمع الشرقي. المجتمع الشرقي يتمسك بالقيم الإنسانية، بالمبادئ، بالأخلاق، بالصدق، بالوفاء، إلى آخر ما هنالك. بينما المجتمع الغربي يعتبر الغاية بالنسبة له تبرر الوسيلة. أي هدف يريده يجيز لنفسه استخدام أي طريقة أو أسلوب لتحقيق هذا الهدف. فهم يعرفون حقيقة سوريا وحقيقة الشعب السوري وكل المعاناة التي يعانيها الشعب السوري الآن، سواء الذي يعيش في كنف الدولة أو تحت المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية، هو بسبب الحصار الأوروبي. الحصار الأوروبي الذي تم فرضه على سوريا منذ بداية الحرب على سوريا بتاريخ 15/3/2011 لم يتركوا وسيلة اقتصاديا وتجاريا ونقل وسياسة وعسكرية ودبلوماسيا، إلا وفرضوا حصار على سوريا إلا الهواء. لو تمكنوا من قطع الهواء عن الدولة السورية والشعب السوري لقطعوه. لذلك الآن يتشردقون بالملف الإنساني. نعم. لو كان صحيح يريدون المواطن السوري لما كان الطيران الأمريكي والفرنسي يستخدم بين فينة وأخرى بغاراته المواطنين السوريين. نعم. هي ازدواجية المعايير في التعاطي سيادة اللواء. ابقى معي لو سمحت أستاذ طارق. أيضا إضافة إلى المدنيين الأبرياء الذين خرجوا اليوم من أحياء حلب الشرقية، مجموعة سلمت نفسها من طبعا في حي صلاح أو عبر معبر صلاح الدين. أيضا هذا ما دلالته وكيف يمكن أن نقرأه في ظل التطورات الأخيرة التي تحصل، سيما أن هذه المجموعة أستاذ طارق وكما تحدثت هي فروا بأسلحتهم، لم يأتوا من المعبر الذي فتح للمسلحين الذين يريدون الاستفادة من مرسوم سيادة الرئيس، إنما هربوا بين الأبنية حتى وصلوا إلى معبر صلاح الدين. أضف إلى ذلك إذا سمحت لي ما تم استنتاجه وهو تجنيد كل الشباب من قبل هذه المجموعات الإرهابية المسلحة واستغلال هؤلاء الشباب. إلى أي حد اليوم الباب مفتوح أمام هؤلاء الشباب للعودة إلى حضن الوطن في ظل الحصار المفروض عليها من قبل المسلحة؟ أولا طبعا المرسوم جاء شاملا يعني في هذا المجال، وبالتالي الباب مفتوح. أما ما جاء على لسان مراسلكم فهو الإشارة الأكثر دلالة. قال بأن هناك تسللا جاء، يعني المعابر التي فتحتها الدولة ليست هي المعابر التي سلكها هؤلاء، وإنما حاولوا التسلل. إذن هم يعلمون بأن هناك منع أن يأتوا بالشكل الجماعي وبالشكل الطبيعي. هذا يدل على أن هناك نوعين من المزاج الموجود في تلك المناطق حاليا عند المسلحين. أولا هناك قرار من الدول التي تعطي الأوامر، أنت تعلمين بأنها كلها مربوطة بغرف عمليات موجودة في الخارج، هناك شبكات اتصالات أكيد بين القادة زعماء المسلحين والمشغلين في الخارج. حتى الآن القرار هو عدم التسليم، وبالتالي هناك قرار ما يجب أن نتوقعه بأن هناك شيء ما يمكن أن يحضروه. من أي قبيل؟ شيء عسكري، بمعنى أن القرار في الجماعات المسلحة هو عدم التسليم، وإلا جرى مساومة على هذا الموضوع. طبعا هذا يظهر بأن هناك تخبطا، وهم ليسوا يعني ممكن القرار يأتي لهم بأن بالصمود وبأنه يمكن أن تكون هناك مساعدات إنسانية. انتبه هون الربط ما بين المسألة الإنسانية التي تصاعدت عند الغرب فجأة. بمعنى شو يعني المسألة الإنسانية؟ يعني إعادة مد هؤلاء المسلحين بالأغذية، بمعنى يعني استمرار المشروع لكن بطريقة أخرى. طيب هم عندما يأتوا فرادة ويأتوا بشكل آخر، إذن هم بالمزاج الموجود لديهم هم يحبطون المشروع الأول، وبالتالي نحن أمام نوعين من المشاريع موجودان في تلك الساحات المغلقة التي أصبحت محاصرة، سوف نتعامل معهما في المستقبل القريب. حتى الآن ما هو واضح بأن المشغل ليس لديه مشروع، يعني هو يريد أن يكسب الوقت قدر الإمكان لكي يعرف. قد يكون المفاوضات، يعني قد يكون المخرج هو جنيف،
بمعنى أنه يحاول تثبيت الواقع الراهن بأكثر قدر ممكن، القبول بالخسارة، هذه هي المشكلة. مشكلة أنه سوف يقبل بالخسارة، هناك خسارتان، يعني ممكن الملف التركي سيأتي بعد قليل عندك، لكن هناك خسارتان، خسارة جيوستراتيجية لها علاقة بالتركيبة، تركيبة الوفد، خسارة أخرى على الأرض التي تتعلق بتحرير بني زيد. وبالتالي كيف سيتم ترتيب هذه الأوراق؟ لا يوجد إمكانية ترتيب الأوراق بسرعة، هناك تخبط في الإدارة الأمريكية ومع الغرب ومع الحلفاء، يعني السعوديين، الأتراك إلى آخره. التركي حتى الآن يعني مزاجه واضح بهالموضوع، لذلك هذا كله لا يعني بأن هناك إمكانية، يعني كل ما استطاعوا فعله هو وضع المسألة الإنسانية على الطاولة. المسألة الإنسانية تكسبهم وقت، وتكسبهم إذا ما جرى ضغط بأن يمرروا بعض فعلا الأغذية، يمكن أكثر من ذلك، لكن حقيقة هاي الصورة مكتملة بهذا الشكل. أنا أعتقد يجب أن تلحق بنصر جديد لكي يصبح هناك نوع آخر من الإحباط بالنسبة لهم. أعتقد بأن الأيام القادمة، خاصة إذا إجا نصر جديد فورا يعني وراء وله علاقة به يعني من ناحية الاستراتيجية، سوف تنهار الجبهات المسلحة. نعم. وكان هناك انهيار سيادة اللواء للمجموعات الإرهابية المسلحة في العمليات الأخيرة التي قام بها الجيش العربي السوري، كان هناك انهيار دراماتيكي لهذه المجموعات الإرهابية المسلحة، واليوم يعني بدأت مجموعات بتسليم نفسها للجيش العربي السوري. السؤال: إلى أي حد هناك إمكانية اليوم أمام هذه المجموعات الإرهابية المسلحة في ظل قطع طرق الإمداد، في ظل انشغال تركيا بالداخل، في ظل كل التطورات الأخيرة، إلى أي حد هناك إمكانية لهذه المجموعات لإعادة لملمة نفسها والقيام بأي عمل عسكري محتمل للرد على هذه الانتصارات؟ شوفي استاذ رانيا، في المنطقة الشمالية يمكن أن نقول أن العمل الآن يجري باتجاهين متوازيين، أولا باتجاه عسكري والاتجاه الآخر اتجاه سياسي. بالنسبة للجانب العسكري، وحدات الجيش الآن في المناطق التي وصلت عليها وسيطرت عليها تقوم بتحسين وضعيتها على الخطوط المحتلة وتجهيز هذه الخطوط من الناحية الدفاعية والهندسية، وتنظيم جهاز النار استعدادا لصد أي هجمات معاكسة مرتقبة، وبنفس الوقت تقوم بشل القدرات القتالية للمجموعات الإرهابية في الريف الشمالي والشمالي الغربي لمدينة حلب، وتمنعهم من تنفيذ المناورة وإعادة التجمع والتحشد من خلال توجيه ضربات نارية دقيقة ومركزة على مناطق تحشدهم، بدءا من حندرات إلى عنادان إلى حريتان إلى حيان إلى كفر حمراء، أورم الكبرى والصغرى، الأتارب وصولا إلى دارة عزة. هذا في المجال العسكري. أما في المجال السياسي فنلاحظ أن القيادة السياسية في مدينة حلب الآن تسعى وتعمل ليلا نهارا على توسيع دائرة الحوار والمصالحة والاتصال مع الأهالي والمجموعات الإرهابية المتواجدة داخل مدينة حلب. وكما سمعنا من خلال تقرير المراسل، نلاحظ أن عدد الإرهابيين الأجانب في حلب هم الغالبية، لذلك يحاولون استخدام المواطنين المدنيين كدروع بشرية آملين بمن يدعمهم ويمولهم بالضغط على المجتمع الدولي لاستصدار قرار يشابه القرار 2268 بوقف الأعمال القتالية أو إخراجهم. ولكن الشيء المعيب للمجتمع الدولي بدءا من ديمستورا وصولا إلى فرنسا وبريطانيا وأمريكا التي تطالب بالناحية الإنسانية، لماذا لم يطالبوا الأسبوع الماضي عندما قصف الطيران الفرنسي قرية خوخ الكبرى وراح ضحية القصف أكثر 120 طفل وامرأة؟ أيضا الطيران الأمريكي في منذ 3 أيام قرية الغندورة وراح 45 شهيد. البارحة في قرية لبوير 11 أكثر من 24 شهيد. أما بالنسبة للحالة النفسية والمعنوية للمجموعات الإرهابية، سأعطيك دليل ومؤشر واحد. الجيش السوري دخل بني زيد وسيطر على بني زيد دون أن يجرح مقاتل واحد، وهذه العملية كانت عملية نظيفة جدا، عملية جراحية بمنتهى الدقة، حتى عسكري واحد لم يجرح. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحالة المعنوية المنهارة للمجموعات الإرهابية وعلى حالة الإرباك والفوضى التي انعكست عليهم. نعم. طيب إذا أردنا أن نعرف سبب
هذا الانهيار في صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة سيادة اللواء، ما السبب به وما مصدره إذا كان المجتمع الدولي أو محور أعداء سوريا حتى هذه اللحظة مصر على أهمية حلب بالنسبة له كرافعة بأي حلول أو حوارات في القادم من الأيام؟ هذه الأسباب يعني لماذا تركوا المجموعات الإرهابية المسلحة أو تركت هذه المجموعات الإرهابية المسلحة لتصل إلى هذا الحد من الانهيار؟ عامل الانهيار يعود لعدة عوامل، من أهم تلك العوامل هو النجاحات التي حققها الجيش السوري والقوات الحليفة، حيث أن الريف الشمالي لمدينة حلب، مزارع الملاح الشمالية والشرقية والجنوبية وطريق الكاستيلو والليرمون وحي بني زيد والسكن الشبابي، منذ 4 سنوات والمجموعات الإرهابية تقوم بتجهيز هذه المنطقة من الناحية الدفاعية ومن الناحية الهندسية، ويوجد فيها منظومة حواجز هندسية متطورة وشبكة أنفاق عنكبوتية تربط جميع الأحياء ببعضها البعض، إضافة إلى جهاز نار متطور، إلى وسائط نارية ثقيلة. كل هذه أو كون هذه المنطقة كانت تعتبر الخط الدفاعي الأول عن الريف الشمالي لمدينة حلب، هذه المنطقة بالرغم من تجهيزاتها العسكرية الضخمة وإشراف خبراء عسكريين من الناتو عليها، تهاوت بسرعة من تاريخ 25/6 وحتى تاريخ 27/7، يعني خلال شهر واحد تم السيطرة على كامل هذه المناطق من قبل وحدات الجيش والقوات الصديقة، وبالتالي تكبيد خسائر كبيرة للمجموعات الإرهابية، حتى أنه في الشهر الأخير اضطر الإرهابيين إلى زج القادة التكتيكيين الميدانيين في الأنساق الأولى من أجل رفع الروح المعنوية للمقاتلين. يمكن القول أن 70-80% من القادة التكتيكيين للمجموعات الإرهابية قد قتلوا في معارك الريف الشمالي لمدينة حلب، والقادة الكبار قد فروا باتجاه الحدود التركية. هذا هو الجانب العسكري. أما الجانب الآخر، الجانب السياسي، الآن الوضع التركي، تركيا مشغولة بوضعها الداخلي، والجيش التركي مشغل بنفسه، يصفي عمليات تصفية داخلية ما بين الجيش التركي والأجهزة الأمنية. إذن الحدود التركية وقفت عملية الإمداد إلى حد ما، لا يوجد قائد عسكري تركي يستطيع أو لديه الوقت بأن يقوم بعملية التنسيق بإدخال وإخراج المسلحين. هذا من جانب. الجانب الآخر، عملية الحصار على المجموعات الإرهابية وقطع محاور الإمداد عليهم انعكست على الحالة النفسية للمجموعات الإرهابية ووضعتهم في حالة من الإرباك والفوضى. هذا الإرباك والفوضى ربما ليس فقط للمجموعات الإرهابية المسلحة، وإنما لرعاة وداعمي هذه المجموعات الإرهابية المسلحة، تحديدا لما لمدينة حلب من أهمية كبيرة بطبعا إعادة رسم طبعا رسم موازين القوى على الأرض في كل ما يجري بسوريا. ابقى معي سيادة اللواء لو سمحت. السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله أكد أن ما جرى في حلب على درجة عالية من الأهمية لارتباطه ليس فقط بالأزمة في سوريا وإنما أيضا بالوضع والمعادلات والمشاريع الإقليمية. هذا اللي صار بحلب على درجة عالية من الأهمية، أهميته لا ترتبط فقط بالأزمة السورية، أهميته ترتبط أيضا بالوضع الإقليمي وبالمعادلات الإقليمية وبالمشاريع الإقليمية وبالأحلام الإمبراطورية الإقليمية. الذي سقط قبل أيام في حلب هو أحلام إمبراطورية ومشاريع إمبراطورية. أمام صمود حركات المقاومة، أمام صمود هذه الشعوب، وأمام ازدياد الوعي أيضا، الوعي في المنطقة وفي العالم. ما قال السيد حسن نصر الله أستاذ طارق تؤكد حقيقة ردود الأفعال الدولية والأمريكية اللي تحدثت عنها حضرتك ببداية هذا الحوار بعد الانتصارات للجيش العربي السوري في مدينة حلب. أين أصبحت أو ماذا يمكن لهذه الدول أن تفعل اليوم للحفاظ على بعض أحلامها في هذه المدينة؟ أولا دائما مشعرنا هم أعداؤنا، يعني يجب أن نقيس عليهم
مدى الفعل ومدى أهميته، وبالتالي نحن وجدنا بأن حجم الارتدادات هي ارتدادات تشبه ارتدادات زلزال، وبالتالي هذا ما قسنا عليه، وطبعا هذا ما قاس عليه سماحة السيد حسن نصر الله. هذا المشروع الذي أحبط وليس فقط يعني ليس بحجم فقط أنه والله منطقة بني زيد وعادت إلى الدولة، لا، أكثر من ذلك، المسألة لها علاقة بكل المشروع عمليا، مجموعة من المشاريع، يعني سواء كان المشروع الإمبراطوري التركي الذي كان يريد أن يحكم المنطقة كلها عبر أحزاب إخوان المسلمين، أو حقيقة الأمر هذا ما كنت أريد أن أذهب إليه، لكن يمكن يكون من المبكر أن نذهب كثيرا به، لكن حقيقة يمكن أتحدث عن مؤشراته، بمعنى أن هناك مشروع أمريكي أيضا. المشروع الأمريكي كما قلت لك هو معنى تقريبا يحاول أو أن يدخل إلى نفس الخندق الذي هو خندق مكافحة الإرهاب، وتحت عنوان مكافحة داعش أو قتال داعش وبالذات داعش، لكن بماذا؟ بجبهات متطرفة أخرى، وبجبهات هي إرهابية أخرى أو 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 مجموعات مسلحة أخرى. هذه المشاريع كلها نحن نحاول أن نجمل المسألة لكي نضع المسألة في نصابها. نحن أمام سقوط لهذه المشاريع في حلب. حلب هي المنطقة التي لا يعود لهم أي إمكانية لكي يحققوا مشاريعهم فيها. وبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية استنفذت كل شيء نستطيع القول بذلك، سيما أنه نحن على أعتاب جولات جديدة أستاذ هنا المشكلة طارق. المشكلة أنهم يريدون مفاوضات، نحن قلناها كثيرة، يريدون مفاوضات ولا يريدون حوارا سوريا سوريا. لاحظ البيان السوري الذي جاء بعد انهيار المسلحين في حلب، الحوار السوري بأيدي السوريين، بمعنى هذه هي العملية السياسية التي ليس فقط نقبل بها والتي نريدها، نحن نريدها نطالب بها، لكنهم يريدون تفاوضا على الأرض، بمعنى أنهم هم يمسكون بجزء من الأرض، أو هناك مشروع آخر كما قلت منذ قليل، المشروع الذي يضع الكرد البيض الأكبر في السلة الأمريكية فيه، ويحاولون بهذا الموضوع أن يحققوا تناغما مع الذي قاله مدير الاستخبارات الأمريكية البارحة، وهو الكونفدرالية لسوريا، ليس فقط الفدرالية، الكونفدرالية حتى. وبالتالي نحن أمام مجموعة مشاريع شرحناها سابقا، هناك مشروع بالخطة باء الأمريكية، الأمريكان لم يقلعوا عن خطة، هو تحدث إذا بصراحة، إذا أردت أن تفهمي تماما الإدارة الأمريكية ماذا تريد، يجب أن نتتبع التسلسل الذي جاء به على لسان رئيس الاستخبارات الأمريكية. هو قال بأن الحل لسوريا كان هو إسقاط النظام، إذا لم يسقط النظام، وهو يتحدث تماما بلسانه، بلسان ليس مصلحة الشعب السوري، وإنما بلسان ما يريده أو ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية كنهج، وهو إذا لم نستطع إسقاط النظام فلنذهب إلى تقسيم هذا البلد، فلنذهب إلى الكونفدرالية في سوريا، ومن هنا نجد مشروع القوات سوريا الديمقراطية في الشمال بأنها ذهبت بعيدا بشكل معاكس. وطبعا أنا أتمنى وأتوقع أيضا أن لا ينجح هذا المشروع، ويعود الأخوة الكرد بشكل آخر، يعني يعودون إلى حضن الوطن كمان، يعني هم أيضا يكافحون الإرهاب، وهم أخوة لنا ورفقاء سلاح، يعني بشكل ما من الأشكال بكثير من المواضع، وفعلا حموا الخاصرة الشمالية، لكن مشكلتنا معهم أنهم ذهبوا إلى المشروع الأمريكي، وهذا يجب أن نستردهم منه الآن. هذا المشروع خطير جدا. المشروع الآخر هو السيطرة على الحدود الشرقية السورية العراقية، وهنا لم يكن الأمريكان مواربين، هم قالوا أكثر من مرة نحن نريد هذه المنطقة، وقالوا أكثر من ذلك، قالوا منذ يومين أو ثلاثة أيام يجب فصل المعارك بين سوريا والعراق، من يريد أن يكافح الإرهاب بشكل حقيقي كما قلت لك، كما الطبيب يريد أن يستأصل الورم، يجب أن يجمع القوى وليس يفصل القوى التي تكافح إرهاب. عندك داعش وحدي هي سيطرت على حدود بالمحلين، كيف تجي بتفصل الجيش العراقي فيه عن الجيش السوري؟ يعني داعش بيصير عنده إمكانية المناورة، بتعرفي المقاتلين بيهربوا من سوريا إلى العراق وهكذا عبر الحدود. تركي من العقائد والإيديولوجيات، عم نحكي
معركة الآن، تتركي داعش اللي هو عدو مشترك يناور بين الحدود بالمحلين وانت بتمنع عن حالك المناورة، كيف هذا الكلام؟ هي بتروح تتعاون مع كل دول العالم تعمل حلف ناتو مشان تستخدم أراضي الدول لكي تسهل على نفسها وتعمل مناورات مشتركة. ليش بدها تمنع العلاقات السورية العراقية؟ لأنه المشروع الأمريكي الصحيح، لأنه المشروع الأمريكي التفتيتي الذي يريد خلق دولة في الشمال أو شكل ما من أشكال الحكم في الشمال وفي الشرق، وأيضا في الجنوب هناك تفكير بهذا بهذه المسألة وإشعال الجبهة الجنوبية من جديد، خاصة وأن السعوديين يريدون هذا الموضوع بشكل كبير. سيادة اللواء، سمعت ما تفضل به ضيفي في الاستوديو وما ذهب إليه من الإرادة الأمريكية أو الاستراتيجيات الأمريكية التي لم تتخلى عنها حيال ما يجري في سوريا، وهو مشروع التقسيم والتفتيت. إلى أي حد ما زال هناك إمكانية لتحقيق هذه المشاريع، سيما في ظل ما حققه ويحققه الجيش العربي السوري في مختلف سوريا وفي حلب على وجه التحديد؟ لو عدنا بالتاريخ إلى تاريخ حرب سوريا منذ 5 سنوات ونيف وحتى الآن، يمكن القول أن الهدف المشروع الأمريكي في سوريا حتى الآن قد فشل من الناحية السياسية والعسكرية، كون لكل حرب هدفان، هدف سياسي وهدف عسكري. الهدف السياسي لأمريكا كان أسقاط الدولة السورية، فالدولة السورية لا تزال باقية بالرغم من الإعلام المناوئ الذي يشوه ويسير ويقول بأن لا يوجد دولة في سوريا والوضع في سوريا قريب جدا من الوضع في ليبيا، وأكبر دليل على ذلك الوفود الغربية البرلمانية وغير البرلمانية التي تزور سوريا وتشاهد بعينها كيف دورة الحياة تجري في الشارع السوري، يكاد لا يصدقون ما تراه أعينهم. أما الهدف العسكري للحرب فكان تدمير الجيش السوري، فالجيش السوري لا يزال صامدا ويوما بعد يوم يتنامى ويزداد قوة. فالحقيقة أمريكا دخلت إلى المنطقة هي صاحبة مشروع مهيمن، بعد انهيار المعسكر الاشتراكي انفردت أمريكا كقوة عظمى في العالم، ووضع المخططون الاستراتيجيون في الإدارة الأمريكية انتهزوا الفرصة لكي تهيمن الأمريكا على العالم لمدة 100 عام، فوضعوا أكثر من سيناريو في تسعينات القرن الماضي، وضعوا سيناريو العولمة ففشل في عهد الرئيس بوش الابن في العام 2000 وحتى 2010، وضعوا شعار أو سيناريو الحرب على الإرهاب والشرق الأوسط الجديد ففشلوا، والآن أطلقوا ما يسمى الربيع العربي في المنطقة العربية. حتى الآن على مدى 5 سنوات ونيف، وبالرغم من أن أكثر من 80% من دول العالم تشترك بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب على سوريا، فسوريا دولة وشعبا وجيشا لا تزال باقية، بل على العكس العالم بدأ بالتغير ونلاحظ وبالتالي باختصار شديد سيادة اللواء، لا مجال لأفهم من كلامك، لا مجال لتحقيق ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية وما تحدثت عنه ردا على انتصارات حلب. باختصار اولا بالنسبه للمشروع الكونفدرالي التي تحدثت عنه وتريد ايجاده في المنطقه الشماليه الشرقيه من سوريا، هذا المشروع ولد ميتا ولا احد يرضى بهذا المشروع من ناحيه علميه. اولا تعداد السكان ديموغرافيا العرب 80% في المناطق في تلك المناطق، بينما الاخوه الكرد لا يتجاوز اكثر من 10%، وهناك قوميات اخرى من اشور وسريان و تركمان وغيرها من الأقليات تشكلون 10%. الوضع الجغرافي، عدم الترابط بين المناطق التي يتواجد بها الأخوة الكرد، بين القامشلي، رأس العين، عين العرب وعفرين، في بين المنطقة والأخرى أكثر من 60 كيلومتر. المسألة الأخرى جيو بوليتيكيا سياسيا، جميع دول الإقليم لا ترضى بقيام كونفدرالية كردية في الشمال السوري، لا سوريا ولا تركيا ولا إيران ولا روسيا ولا العراق. إذن هذا المشروع ولد ميتا، الهدف منه هو اللعب بالورقة الديموغرافية السورية وتسعى لاحظي الخطاب الأمريكي، خطاب الرئيس أوباما والمسؤولين الأمريكان عندما يتحدثون عن سوريا يقولون أن هناك حرب أهلية. الهدف من هذا المشروع هو
احداث حرب اهلية في سوريا. نعم صحيح، اقتنع سيادة اللواء الحرب الان في المنطقة الجنوبية لا هدف لمشروعهم. اذا كانوا يريدون مقاتلة داعش في الجنوب كما صرح وزير الدفاع الامريكي، فداعش في المنطقة الجنوبية تتواجد في الريف الشمالي الشرقي للسويداء، في منطقة المثلث، في الحدود السورية الاردنية العراقية، اي في البادية الجنوبية الشرقية من سوريا، ليأتوا ويقاتلوا داعش إذا كانوا صحيح صادقين في محاربة الإرهاب والقضاء على داعش. هذه كلها مناورات سياسية عودتنا أمريكا عليها، الهدف منها إطالة مدة الحرب لاستمرار استنزاف سوريا. نعم، إذا ماذا عن التفاهمات وماذا عن لقاءات كيري لافروف بوتين أستاذ طارق، وماذا عن الحل السياسي الذي يعطونا أو استمراره واستمرار محادثات جنيف الذي يعطونا موعد له في آب، في ظل كل هذه المتغيرات وفي ظل رغبة الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون جلسات المحادثات هي تفاوضية وليس بحثا عن حلول، وفي ظل الخسائر للأذرع على الأرض، هل من إمكانية فعلا أو هل من بوادر توحي بأنه سيكون هناك جلسات حوار أو محادثات؟ يمكن أن يكون هناك جولة حوار أو جولة مفاوضات، للأسف يعني هكذا هم يسمونها، جولة جديدة في جنيف، لكن ليس المؤكد أن تكون نهائية كما يقول البعض أو أن تكون أو تجلب الحل السياسي. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية أولا يجب أن نفهم عقيدتها في هذه المسألة. الولايات المتحدة الأمريكية أنا برأيي تريد إدامة الصراع وتريد إدامة وإدارة هذا الصراع ولا تريد حله، لكن السؤال هل هذه الإدارة الأمريكية يعني إدارة أوباما تريد جنيف؟ أنا أقول نعم، هي تريد شيئا ما من جنيف. جنيف بالنسبة للإدارة الأمريكية إذا حققت شيء ما على الأرض، وبالنسبة لها سوريا يعني هي صفقة، صفقة للحزب الديمقراطي، بمعنى أنه إذا حقق أي تقدم يستطيع أن يسوقه للشعب الأمريكي على أن هذه الإدارة ناجحة، وهذا ما يمهد في للسيدة كلينتون في انتخاباتها القادمة، بمعنى أنها تنظر للموضوع بهذا الشكل. لكن المسألة ليست بحثا عن حل سياسي كامل وشامل، لأنهم يعرفون بأنه لا يمكن. الآن نحن في حالة تباعد كبير بين المشروعين وحتى بين الروس والأمريكان. أنا أقول لك بأن الاجتماعات السابقة ما رشح من حديث اليوم حول من يتحدث عن الخداع، أنهم يريدون خداعنا وإلى آخره، بين الروس والأمريكان، هو الدليل على أن هناك تفاهمات موضعية وليست تفاهمات أساسية أو تحل المسألة بشكل كبير. وبالتالي هم ذهبوا إلى الحديث عن المسألة الإنسانية بأنه خلينا على الأقل نحل مسائل حلب ونعطيها بعد إنساني لهي المسألة. لذلك هم لا يريدون تغييرا، الأمريكان لا يريدون تغييرا استراتيجيا، والتغيير الحدث هو استراتيجي. لذلك أنا أتوقع نعم أنه يمكن أن تعقد جولة، لكن لا أتوقع بأن معطيات الحل هي جاهزة. لكن فيما يتعلق بمشروع الكونفدرالية أو المشروع، لا أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا خرج حل ما من يدها أو فشل حل إنها تضع سيناريو آخر. أولا المسألة الكردية، لسيادة اللواء العزيز الصديق، المسألة الكردية الآن هم لا يفكرون بأنها دولة للكرد دولة صرفة، لا، هم يفكرون بأن تكون دولة. أولا تشترك قوات سوريا الديمقراطية غير حزب البي واي دي، هي قوات مشتركة من آخرين، وبالتالي هم يفكرون أن تشترك معها أقوام آخرين سكان يعني. وبالتالي هم يريدون أن يطبقوا نظرية الحلول، بمعنى أن يبقوا على داعش ثم تأتي قوة أخرى تابعة لهم، يعني مثل قوات سوريا الجديدة من الأردن مدعومة من السعودية، وتأتي وتحل محل داعش. لا يريدون للقوات السورية المدعومة روسيا أن تحل هي محل داعش. هنا يأتي تصريحهم عندما انزعجوا عندما حررنا تدمر. وبالتالي بنظرية الحلول هم يريدون لسوريا ما أطلقوه سوريا المفيدة، بمعنى فقط دمشق، حمص، حما، حتى ليس حلب. وبالتالي أي انتصار يتحقق هو لا يريدونه، لأن مثل ما قال تبع الاستخبارات، قال إنه إذا ما قدرنا إسقاط النظام وخلص بلا إسقاط النظام ما أنا مشكلة،
هذا دليل على أنه الهدف هو ليس أسقاط النظام، وبالتالي وليس يريدون الحفاظ على يريدون الهيمنة على سوريا. الهيمنة المشروع الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية هي الهيمنة على العالم، على العالم كله. من هنا شراكتنا مع روسيا. ليش نحن شركاء مع روسيا؟ مش من شان الإيديولوجيا، لأنهم يعرفون الروس والإيرانيون أنهم كما يريدون الأمريكان الهيمنة على سوريا يريدون الهيمنة على روسيا. نعم. ذهبوا بحلف الناتو إلى وارسو، يعني على حدود روسيا، وعقدوا مؤتمرا لحلف الناتو. هذا هو المشروع. والحزب الديمقراطي وهيلاري كلينتون يعني حتى في بحملات الانتخابية تتحدث عن العدو، بالعكس الحزب الديمقراطي هو على قائمة في طليعة هذا المشروع أكثر حتى من مشروع ترامب حاليا. نعم. وهنا التناقض الذي جاء مؤخرا. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ طارق الأحمد، حضرتك تكمل معنا بالملف الثاني. بدي أشكر جزيل الشكر اللواء ثابت محمد، كان معنا بهذا الجزء من حلقتنا. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، فاصل قصير، أو قبل أن نذهب إلى هذا الفاصل نذهب إلى هذه الصورة التي أتتنا من حلب، والتي طبعا بيّنت وتبين حتى هذه اللحظة الأفراح والمسيرات التي يقيمها أهالي حلب ابتهاجا بانتصارات الجيش العربي السوري. ومشاهدينا، قبل أن نكمل ملفات استوديو الحدث لهذا اليوم نذهب إلى غرفة الأخبار والزميلة ليمونة صالح لتطلعنا على آخر التطورات. إليك ليمونة. شكرا لك رنا. أصبحت مساء مشاهدينا. نبدأ أخبار الحدث بهذا الخبر من فلسطين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال أحد حراس المسجد الأقصى المبارك من أمام باب الأصباط أثناء توجهه لعمله، كما اعتقلت مواطنا آخر من منطقة بيت عينون شرق الخليل، في حين أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين. وأطلقت أيرة نارية باتجاه فلسطينيين حاولوا التصدي لاقتحامها للمدينة. أعلنت القوات العراقية انطلاق عملية تحرير جزيرة الخالدية وسط العراق، وأشارت مصادر عسكرية إلى أن طيران الجيش العراقي استهدف عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الخالدية وحقق إصابات كبيرة في صفوفهم. يتزامن ذلك مع تحرير القوات العراقية منطقة البنزين خانة في الأنبار وإيقاع قتلى بين متزعمي داعش في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار.
في خبرنا الأخير من اليمن، أطلقت القوات الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية صاروخا باليستيا من نوع زلزال 3 محلي الصنع على معسكر رجلاء في نجران. وأكد مصدر عسكري يمني بأن هذه الخطوة تأتي ردا على استمرار غارات النظام السعودي، مشيرا إلى أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية وحقق خسائر في صفوف المرتزقة. نهاية أخبار الحدث مشاهدينا، نعود وإياكم لمتابعة باقي ملفات الحدث مع الزميلة رنا إسماعيل. إليك رنا. ليمونة صالح، شكرا جزيلا لك. تحية من جديد. يتابع نظام أردوغان عمليات الانتقام والتصفيات بذريعة الانقلاب العسكري ليتجاوز عدد المعتقلين 18,000 شخص في سيناريو تحيط به تحذيرات متعددة المصادر من محاولات جدية من النظام التركي للقبض على الدولة والمجتمع وإلغاء كل صوت معارض. معطيات تلقي بظلالها على المشهد التركي المثقل بارتدادات سياسات نظام حزب العدالة والتنمية الحاكم، والتي تحتل رعاية الإرهاب عناوينها، في حين تؤكد التقارير خطورة الأوضاع الداخلية التي قد تحمل كثيرا من المنعطفات والمفاجآت. مع استمرار سلطات النظام التركي في حملة الاعتقالات والعزل الواسعة ضد كل من يعارض حكم أردوغان وحزبه بحجة الانتماء للانقلابيين، يطل رأس النظام التركي على شعبه بقصة جديدة لتوجيه الأنظار نحو نظرية الاستهداف الخارجي أو المؤامرة الخارجية. اتهامات أردوغان لقائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف بوتيل بالتورط في محاولة الانقلاب تعيد إلى الأذهان قصة مسرحية دافوس عام 2009 التي حصلت آنذاك بين أردوغان ورئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي شمعون بيريز. فمحاولة أردوغان رفع الصوت عاليا في خطاباته ضد الجنرال الأمريكي واستغلاله لهذه المسألة لا تتعدى كونها مسرحية مضحكة، كما وصفها الكثير من الناشطين الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم من وصفها بأنها بمثابة ضوء أخضر لأردوغان في تصفية قيادات الجيش التركي. فكلام الجنرال الأمريكي عن أن أردوغان قد اعتقل الضباط المقربين للولايات المتحدة الأمريكية يعد تبريرا لكل تلك الاعتقالات والتغييرات التي يجريها أردوغان في بنية المؤسسة العسكرية ويعطيها شرعية أمام شعبه، وما يزيد من تلك الشكوك أكثر حول حقيقة ذلك الجدل السياسي هو التزام الخارجية والرئاسة الأمريكية الصمت المطبق تجاه ما يجري، الأمر الذي يضع الكثير من إشارات الاستفهام حول هذا الجدل ومصداقيته. لمناقشة هذا الملف نرحب مجددا بالأستاذ طارق الأحمد، عضو المكتب السياسي في الحزب القومي السوري الاجتماعي. تحية من جديد أستاذ طارق. إلى أين تمضي أو إلى أين يمضي المشهد في تركيا اليوم في ظل كل هذه الاعتقالات التي قام ويقوم بها رجب طيب أردوغان والتصفيات التي تجري في كل مؤسسات الدولة حتى مؤسسة الجيش؟ دعينا لكي نتناول المشهد أن نضع مجموعة من المحددات. المحدد الأول هو مصلحة سوريا، ومصلحة سوريا هي فوق كل مصلحة. نحن بالنسبة لنا أمام المنطقة التي تم تقسيمها بمؤامرة سايكس بيكو منذ 100 عام تقريبا، وبالتالي هذه المنطقة، هذا المشروع من تابعه ومتابعة آخر ما تكشف به، تم
الوقوف عند تقسيم تركيا، لأن تركيا كان يجب أيضا أن تقسم، وليست تلك الدولة الضخمة الكبيرة جدا التي هي جاثمة على حدودنا الشمالية، والتي كنا نتحدث عن مشهد حلب. حلب لكي نعرفها صحيح هي ليست فقط العاصمة الاقتصادية لسوريا، إنها الحاضرة التاريخية القديمة، هي أكبر العواصم السورية، بمعنى أن لدينا عاصمتين هما دمشق وحلب. حلب حاضرة مناطق تمتد تاريخيا عبر الزمن الجلي من مرسين، التي كلها سورية، من مرسين حتى ديار بكر، مع كل هذه حتى الموصل، كل هذه المناطق إلى أين؟ يعني التجار والصناع، ما هي حضارته، ما هي عاصمته، ما هي المنطقة التي إلى أنطاكيا، ما هي المنطقة التي يعملون تجارتهم معها ويعملون مركزهم فيها؟ هي حلب. وبالتالي قطعت حلب من بعدها الجيوستراتيجي ومن بعدها الفضائي الإقليمي. الآن عندما تشكلت دولة كبيرة كتركيا على حدودنا الشمالية، هذه الدولة هي جاثمة على صدورنا، وهي صعبة بالنسبة لنا كائن من كان من حكمها. يعني منذ أن تأسست الدولة التركية على اختلاف الانقلابات وتعدد من يحكمها، لكن بالنسبة لنا هي مشكلة، وهي دولة حديثة، يعني هي عمرها 400 عام. في السابق كانت هي الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وقبل ذلك هي على أنقاض الدولة السورية، يعني الأمة السورية، وعلى أنقاض أيضا أرمينيا، وعلى أنقاض دول عديدة ومنها اليونان. يعني معظم الآثار التي في تركيا حاليا من يشاهدها هي آثار يونانية في الغرب التركي. طيب الآن ما حدث في الزلزال الأخير يجب أن نحللها على الشكل التالي. كان أمامنا روسيا الاتحادية في الشمال، هي حليفنا الطبيعي، وهناك سوريا، وهناك العراق، وهناك إيران، شبهها بكتل كبيرة، 3-4 كتل. نحن نريد أن يقوم محورا بين هذه الدول التي تساعد بعضها بعضا، ليس فقط بالحرب، وإن بالجيوستراتيجيا التي تمتد إلى الاقتصاد والحضارة فيما بعد. الكتلة التركية التي تتوسط هذه الكتل وتفصلها عن بعضها، وهي في الناتو، هي ثاني جيش في الناتو، هي الداعم الأساس، وهي في خاصرتنا، وهي يعني من اللي مرر معظم التدمير على سوريا والإرهابيين؟ تركيا. طيب ماذا حصل بها الآن؟ تركك من كل التقييمات أردوغان ولا غير أردوغان، الذي حصل فيها بالدرجة الأولى أنها تخلخلت، أنها ضعفت، هناك ضعف. يعني ما شاهدناه، كنا نتحدث بالمحور السابق في حلب، أحد ارتدادات الضعف التركي، وليس ليس القرار التركي بأنه انسحب، لا، الضعف حتى التركي. يعني تخيلي أنت آلاف الضباط الكبار جدا أنه ينسحبوا من واقعهم، إما يعتقلوا أو يقالوا، شو بيصير بأي مؤسسة؟ تخيلي أي مؤسسة يصير فيها، عم نحكي عن 18 ألف معتقل أو 50 ألف. طيب هلأ إذا بدنا نحلل المشهد، نحن أولا هذا المشهد، هناك تناقض أمريكي تركي، هذا نحن يجب أن نقاربه، ليس بالوقوف مع أحد الطرفين، هما طرفان كل الوقت كانوا يعادون، وهما الاثنان في الناتو. يجب أن نراقب بأن نعم هناك وجاهة كبيرة، لأن التناقض هو حقيقي وليس كما جاء في التقرير بشفافية. أقول لك هناك خلاف أمريكي تركي، نعم، بأن هناك خلاف خلافات تركي. أمريكي تركي. هناك الكثير من الوجاهة، يعني أنا لن أطلق أحكام نهائية، لم أطلق أحكام نهائية منذ أن جرى الانقلاب، ولن أطلق الآن. أنا أقول أمريكا كانت ضالعة بما جرى في تركيا، لا، كما أيضا أنا لست مع التحليل البوليسي بصراحة، لكن أقول لك أن تناقضا أمريكيا تركيا قد جرى، يعني في جرا كسرة، ومش صحيحة أنه هي مثل السابق. في كم أكبر من التناقض بين هذين الحليفين الكبيرين جدا جدا، وهناك خلل في الناتو، خلل حقيقي، لأنه ثاني أكبر قوة في الناتو هي الجيش التركي. صحيح. بالتالي يجب أن ننظر للأمر من هذه الزاوية، نحن لنا مصلحة من ناحية المعارضة التركية وإلى آخره. لاحظي أنه من اللي كان دائماً عم يكشف أردوغان والشاحنات اللي بعتها على سوريا؟ حزب الجمهوري، حزب الشعب الجمهوري، وكليشدار أوغلو. طيب كليشدار أوغلو أين هو؟ في أي مقلب؟ هو الآن يؤازر أردوغان في كل ما يجري حالياً، بمعنى صحيح هو يقارب المسائل بشكل معين، لكنه بالمعنى الكلي للكلمة هو يؤازر أردوغان. ولكن اليوم تصريحات لكليتشدار أوغلو ينتقد فيها أردوغان وسياسة أردوغان. تماما، هو لن يذهب إلى الآخر، لكن في
في الشرعية الأساسية نعم هو ذهب وصف وأنزل أنصاره. الجميع حقيقة في بداية صحيح الانقلاب وقفوا إلى جانب حتى حزب الشعوب الديمقراطي، لكن حزب الشعوب الديمقراطي بآخر شيء ما كان موجود. طيب كان فقط الحركة القومية وكليشتر. نعم خلينا نشرك ضيفنا من بيروت عبر الهاتف الدكتور اسكندر كفوري الباحث في الشؤون السياسية. أهلا ومرحبا بك بداية دكتور اسكندر، تأخرنا عليك. مساء الخير لك ولضيفك المحترم ولمشاهدي الإخبارية. يا هلا فيك. إلى أي حد اليوم نحن أمام خلافات حقيقية وليست وهمية أمريكية تركية على خلفية الانقلاب دكتور، وعلى خلفية ما تبع الانقلاب من سياسات وتعاطي أردوغاني يوصف حتى هذه اللحظة بالتعسف في حيال الشعب التركي ومؤسسات الدولة التركية والجيش التركي؟ منذ حصول ما سمي بالانقلاب في تركيا وحتى الآن ما زالت ترد تسريبات وإشاعات مختلفة متقاربة أحيانا ومتناقضة في أحيان كثيرة، وآخرها ما تناوله أردوغان بالذات وقياداته والصحف القريبة منه عن اتهام لأحد كبار الجنرالات الأمريكيين المتقاعدين بأنه يقف وراء التحريض على الانقلاب، وما سرب أيضا عن عدم وصول أي شخصية أمريكية أو غربية إلى تركيا وأي مساندة وانتقادات أمريكية وغربية للأعمال التعسفية والقمعية التي تجريها القيادة التركية والتي تناولت إلى الآن أكثر بكثير مما تنشره الأرقام الرسمية، حتى أن الأرقام وصلت إلى ما يناهز 100,000 معتقل في أطبية وسجون الرهيبة لتركيا. بغض النظر عما يجري تداوله، بغض النظر عن صحة أو عدم صحة هذا الأمر، أو كما تفضلت منذ البداية عن أن هذا السيناريو يشبه ما قام به أردوغان وهو المعروف بمراوغته في البداية عندما حاول استقطاب العالم العربي والعالم الإسلامي بعدائه لإسرائيل، ولكن في الحقيقة أن ما جرى أصاب تركيا بهزة كبيرة في الأعماق. يعني عندما يجري اعتقال عدد كبير من الضباط والقيادات العليا في الجيش التركي حوالي 150 جنرالا وأميرالا، ما يشكل أكثر من ثلث عدد القيادة العليا، وما جرى بالأمس من ترقية لعدد كبير أيضا من العقداء إلى مناصب رفيعة. نعم، وهذا ما يثير مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما يأتي من تصريحات، يعني إقالة ضباط أتراك جنرالات أتراك كانوا على علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، سيما أنه تركيا كما قال ضيفي جيشها هو الجيش الثاني الأقوى بعد الجيش الأمريكي في الناتو. هذه الإقالات أيضا، إغلاق قواعد عسكرية، ثكنات عسكرية، كل هذا كيف يمكن أن يؤثر من وجهة نظرك دكتور على طبيعة العلاقات وعلى تواجد أيضا الجيش التركي في حلف شمال الأطلسي؟ باعتقادي أن ما زال من المبكر الحديث عن خروج تركيا عن الإرادة الأمريكية. أعتقد أن التأثيرات الأمريكية وعتلات التأثير الأمريكي ما زالت موجودة على تركيا، وإن جرى الحديث بالكثير من تم الحديث بكثرة عن أن روسيا ساعدت على تجنب هذا الانقلاب وأن إيران أيضا ساعدت وإلى آخره، كلها ما زالت إشاعات. تركيا ما زالت في صف الناتو، تركيا ما زالت عضوا في حلف الناتو، تركيا ما زالت تنفذ الأوامر الأمريكية، ولكن الذي حصل أن هناك مشروعا كبيرا أمريكيا في المنطقة، وإذا أخذنا جزءا منه على سبيل المثال سوريا، كان لتركيا دورا هاما في هذه المؤامرة أو هذه الحرب التي شنت على سوريا. يعني أكثر من نصف المشروع أعطي لتركيا كحاضنة لوجستية ومقر ومأوى للإرهابيين وممر لهم. فعندما لو نجح لا سمح الله هذه المؤامرة وهذه الحرب على سوريا، لكان لتركيا غنيمة كبيرة منها، وتحدث الكثير عن هذه الغنائم التي يمكن كان أن تحصل عليها تركيا. أما وأنه بعد 5 سنوات من الحرب اليائسة التي تشن على سوريا ومقاومة الشعب السوري والجيش
العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة له. فأنه يبدو أن الدولة البراغماتية الولايات المتحدة الأمريكية قد شعرت بأعباء هذه الخسارة وهي ارتدت في مكان ما إلى 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 خطة أخرى بديلة. ومن هنا أصبح التركي على التركي أن يتحمل في الخسارة كما يتحمل في الربح جزءا كبيرا يساوي 50% أو أكثر، سيتحمل أكثر من 50% في الخسارة. وهذه الخسارة يبدو أن الأمريكيين قد ألقوها على عاتق الرئيس التركي. ومن هنا بدأ الخلاف أن تركيا لم يعد بمقدورها المناورة والتراجع والعودة إلى الوراء، لأن ذلك سيعني فشلا لحزب التنمية الذي يقوده الرئيس أردوغان، في حين أن الولايات المتحدة تبدل مخططاتها وتبدل الوجوه والأشخاص والدول كما تبدل يوميا يعني آراء مسؤوليها. وكان من الصعب على أردوغان أن يتقبل هذا الأمر، ومن هنا باعتقادي أن هذا هو أساس الخلاف. كيفما كانت أو كيفما كان سيناريو الانقلاب ومن يقف وراءه، نعم حصل هناك خلاف، حصل هناك انقسام، حصل هناك فتور، وهذا وتبدأ أخيرا في العلاقة بين الجانبين التركي والأمريكي. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور اسكندر كفور الباحث في الشؤون السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لهذه المداخلة. سنتحدث وسيكون لنا تعليق على ما جاء به الدكتور اسكندر، ولكن كنت تقول بأنه كيلتشدار أوغلو كان وقف إلى جانب أردوغان بآخر تصريح له وهو من حوالي ساعة من الآن، قال بأنه محاولة الانقلاب التي يجب ألا تكون مبرر لسياسات ديكتاتورية يلجأ إليها أردوغان، وأن هذه السياسات التي يتبعها أردوغان لن تنقذه هو وطبعا ونجله من العدالة. إلى أي حد اليوم نحن فعلا أمام مشهد مضطرب، أمام مشهد ملتبس، أمام مشهد ربما من الصعب أن يعود في وقت مبكر إلى سابق عهده في الداخل؟ هذا التعبير الأدق الذي استخدمته تماما، يجب أن يعني التعبير الأكثر دقة والذي يمكن أن يصف المشهد، وهذا ما ذهبت إليه بالبداية عندما شبهت لك بالكتل الكبيرة أمام اضطراب. لسنا أمام دولة متعافية الآن في تركيا، قلنا بأن الزلزال السوري من يعني طباخ السم ذائقه، الزلزال السوري الذي ساهمت تركيا في حصوله هو ارتد إليها، وبالتالي نحن أمام كتلة تركية فعلا عندما يذهب ثلث تقريبا من حجم القوة العسكرية من خبراء وكبار ضباط وقادة عسكريين، هي غير القضاة وباقي المحافظين إلى آخره، عندما يذهبوا إلى بيوتهم أو إلى السجون ماذا يعني؟ يعني عندك خلل في الدولة كلها، وبالتالي هذا الخلل سوف يفضي إلى اضطراب، التعبير الذي استخدمتيه. هذا الأمر نحن أنا لا أعتقد بأنها يعني مسرحية بمعنى بهذا الشكل، لا يعني هذا بصير مزح سمج جدا يعني، وهذا المشهد لا يريح من الناس، لا يريح يعني الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال أستاذ طارق أن يكون حليفها في المنطقة بهذا الوقت الذي تحقق فيه سوريا وحلفائها انتصارات كبيرة في الميدان السوري. عندك خصم عم يقوى، عندك خصم عم يقوى اللي هو سوريا صح، على أساس أنه يخلص، على أساس أنه ينتهي يسقط نظامه، وعندك حليف اللي هو بقربه وعم يضعف، وبالتالي هكذا هي الصورة. كيف ممكن يكون والله مسرحية أو ممكن يكون بهذا الشكل؟ أنا عم ضعف حليفي اللي مرتكز عليه أمام من؟ أمام الخصم والعدو الأكبر الذي هو الاتحاد الروسي، روسيا ذات الطاقة النووية والقوى الصاعدة وإلى آخره، من يقف لها بالمرصاد؟ بالأساس كان تركيا في الناتو، الآن بالعكس هناك محاولة رمي شباك. يعني أنا لا أجزم، يعني لم أذهب إلى أن أجزم أنه والله ساعدوا الروس الأتراك وهم أصبحوا في حلف وتخرجت تركيا من الناتو، لم أذهب إلى ذلك كله، قلت يجب أن تكون المقاربات ذات يعني وعي، بمعنى أن هناك فعلا نوع من الخلل الحقيقي. يعني الأوروبيين بعد الانقلاب بيقولوا له للتركي مثل ما بيقولوا عنا بالمثل، وين بيوجعك؟ وين بيوجعك عم يضربه، وبالتالي هو أصبح أمام أكثر من نار. يعني هو لماذا يعتقل الناس ولماذا؟ لأنه هو خايف منهم،
مو لأنه هو يعتقد بأن هناك يمكن أن يكون ارتدادات، يمكن أن يكون هناك انقلاب ثاني أو ثالث، يعني محاولات عديدة. ولا ينكر حتى بخطابه أو باجتماعات المجلس القومي للتركي قال وتحدث عن أنه قد يكون هناك انقلاب، وبالتالي يحاول أن يتغدى بهم قبل أن يتعشوا به. هذه انعكاسات هذا بكل المشهد اليوم أستاذ طارق. انعكاساته، شوفي، أهم نتيجة بالنسبة لنا، قلت لك ننطلق من مصلحة سوريا، أن هذا المارد الكبير على حدودنا الشمالية أصبح أضعف بكثير، وبالتالي نستطيع أن نكسب نحن في الحرب. حرب السورية هي حرب الدولة القوية القادرة. هم ماذا يريدون أن يحطم في سوريا؟ يريدون أن يحطم في سوريا أحلامها، يريدون أن يحطم في سوريا المشروع الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد أظن بال2007، هو ربط البحار الخمسة. ماذا يعني؟ يعني جيوستراتيجيا، يعني فضاءات، يعني علم، يعني تطور، يعني كل شيء. وبالتالي هم هذا ما يريدون تحطيمه. عندما يضعف العدو، الخصم الأساسي الكبير على حدودك الشمالية، ويصبح في ورطة، ويصبح في مشكلة. وانتبهي، أهم ارتداد كنا بدنا، أنا كنت بدي أعرج عليه، اللي هو الآن إذا بده يدعي دمستورة لعقد جولة مفاوضات، أكبر مشكلة هو وفد الرياض. وفد الرياض هو مؤلف بشكل رئيسي من جناحين أساسيين، هو الائتلاف الذي هو جماعة السعودية وجماعة تركيا. انت بتعرفي أنه المجلس الوطني أول ما تأسس في تركيا. صحيح. حتى مو بالسعودية. وبالتالي هؤلاء الناس هم ولاءاتهم، هي ليست ولاءاتهم في سوريا، ولاءاتهم تعرفي لتركيا وللسعودية. صحيح. وبالتالي هنا الخضة الكبيرة، يعني حتى على عليهم في حياتهم، والآن على اللاجئين السوريين في تركيا في مشاكل، في كم من المشاكل هائل على المقلب الآخر. بالتالي هكذا يجب أن ننظر للصورة، وأقول لك أن سيكون هناك صعوبة عند إذا حدد دمستورة الموعد، هناك صعوبة في أن يشكل الوفد وأن توضع نوعية الطروحات. أشكرك جزيل الشكر أستاذ طارق الأحمد، انتهى وقتنا تماما. حضرتك عضو المكتب السياسي بالحزب القومي السوري الاجتماعي كنت معنا، بدي أشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا بهذه الحلقة من استوديو الحدث. ومشاهدينا، نذهب للتذكير بعناوين هذه الحلقة من استوديو الحدث. جعنا ومتنا من الجوع، كل شيء صار هنيك. الله لا يوفقهم، زلونا الله يزلهم هنيك، ظلام كفار، خاف ما تخافوا الله. عشرات العائلات المحاصرة تتابع الخروج من أحياء حلب الشرقية، والجيش يؤمن نقلهم لمراكز الإقامة المؤقتة. الله يحمي الجيش كله يا رب، ويكون ما بيعتهم ما كنا وصلنا لهالأراضي هاي طاول لحتى نبرك مرتاحين. عفو الرئيس، هو كان أكبر مكرمة إنه نحسن نرجع لحد الوطن ونخلص من هالشيء كله إن شاء الله. مجموعات مسلحة تسلم نفسها مع سلاحها للجيش عبر معبر صلاح الدين في حلب. الذي سقط قبل أيام في حلب هو أحلام إمبراطورية ومشاريع إمبراطورية. السيد نصر الله يؤكد أهمية ما جرى في حلب لارتباطه بالمعادلات والمشاريع الإقليمية. وكان في ملفات استوديو الحدث لهذا اليوم، أكثر من 18,000 معتقل في تركيا، نظام أردوغان يتابع التصفيات ويتجاهل التحذيرات. ختام استوديو الحدث لهذا اليوم مشاهدينا، كل الشكر لكم من فريق العمل على طيب المتابعة. طبعا دائما يمكنكم متابعتنا عبر موقع الأخبارية السورية على شبكة الإنترنت وعلى الفيسبوك. في أمان الله.